احنا طبعا نشكر السيد المحافظ على زيارته ناحية القيارة، ونطالب المحافظة الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتخليصنا من هذا الآبار وقارات النفط المشتعلة اللي ما جاءت تطفي. ثانيا الكهرباء الأسلاك لا زالت مرمية بالأرض، ماكو هناك عمل جدي بالناحية. اثنين العبوات لا زالت اكو عبوات جاءت تنفجر على المواطنين، واكو مواطنين راحوا شهداء بسبب هذا الظرف. والله في الحقيقة يعني الأوضاع الخدمية يعني يعوز بعض، مثلا عندك الكهرباء يعني يعوز إدامة، والاستعجال بالكهرباء يعني أبسط مثال قالب الثلج نشتري ب 8000، هذه وحدة. اثنين عندك الخضروات غالية، يعني المفروض يعني من مخمور تنشيط الحركة التجارية بين يعني استيراد الخضروات يعني بأسعار يعني شو اسمه كبه. وعندك مثلا الصحة، الصحة يعني أريد يعني بإيصال المساعدات والمواد الضرورية، وخصوصا يعني مواد إنقاذ الحياة. خلصتنا من هالثيران يعني الوحدة. ثانيا أريد طفونا النار، وثالثا إذا جبتنا وجبة يقف واحد يوزع بس صحيح، لا توزيع بالكذب. تقتصر المحافظة إلى الدوائر الخدمية الضرورية كالبلدية لم تباشر أعمالها بسبب العبوات الناسفة، كدائرة الجنسية لعدم تمكن مغر بديل لدائرة الجنسية، وكذلك المشكلة الرئيسية للقيارة هو احتلال داعش لأطراف القيارة. نحن نشكر هذا الجهود المبذول ونهنئ الشعب العراقي كافة وخصوصا محافظة نينوى بالعيد الأضحى المبارك، ونهنئكم على رفع العلم العراقي في ناحية القيارة. لكن نحن نطالب من محافظة نينوى خصوصا المحافظ وكافة القوات الأمنية أن تقوم بإطفاء هذه الآبار في ناحية القيارة. حقيقة هي تسبب إلى كارثة إنسانية، حقيقة من الأمراض والتلوث والبيئة. ما يصير القصاب صعد اللحم 10000 وفلوس ماكو، ما حد عنده 5000، والخضروات غالية، الثلج غالي، ليش يستغلون هذا الفرصة؟ نريد الحكومة يعني تجي على متابعة للسوق، ما يصير صعد السوق 8000 الربع ب2000. والحمد لله تحررنا، وريد بس الكهرب والمي العستمر زين. شي بس انكم تطفون هذا الدخن اطفالنا كلها تمرضت، والله لولا تشوفهم صار لهم فتره حرهم نار. يعني اريد نروح على اربيل ما يخلون، وتعرف يعني ما ظل الدكاتره، واريد بس انكم تحررون السرت والحوض، لان قاعد يغصفوننا من الحوض ومن السرت هوانات ومدافع، وتروح بيها ضحايا اطفال. احنا نطالب الحكومه المركزيه باسراع بعفو الشرطه المنتسبين اللي قبل سقوط المواصل اللي بطلوا، نطالب باسراع عودتهم، لان ينتظرون العودة مالتهم بفارق الصبر، فيريدون ينضمون للقوات الأمنية. هلا بي وبيكم، هلا بيكم، هلا بيكم، جبتونا الخير والله واشبعتونا، وهالمساعدات جبتوها لنا ما شاء الله. اي والله هلا بيكم، وما خلوا تقصر علينا.